شكرا إعلامية، شكرا لحضوركم. إذا على التحية والسلام لكل الضيوف، وكتحميلة لفعاليات الأيام الإعلامية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بالبليدة الودية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وبمشاركة المتعاملين الاقتصاديين تحت شعار مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي. ستلقى محاضرة موسوعة بعنوان منشأ البضاعة في إطار الأنظمة التفاضلية. ولا تفوتنا الفرصة في هذا اليوم الذي يصادف ذكرى مظاهرة 11 ديسمبر 1960 التي تعد رمزا من رموز تاريخ الجزائر، وهي فرصة لنستغفر بطولات شعبنا ونترحم على شهدائنا الأبرار. أما الآن فنطلب من السيد نائب المدير الجهة. Même les produits de la pêche et de la chasse, etc. Nous avons des critères de transformation substantielle. Alors, ces critères, il faut que la marchandise ait subi une transformation substantielle. Par substantielle, on entend que le produit a subi, par substantielle, on entend essence, l'essence même du produit. Que la marchandise ait subi certaines transformations. D'ailleurs, ce critère-là, il se